إذا بسم الله الرحمن الرحيم، وتوجه بالشكر بالدرجة الأولى لنادي نفط، لإدارة نادي نفط ميسان على إجراء هذا المعسكر هون بمدينة البصرة، وللكادر التدريبي بقيادة المدرب أسعد عبد الرزاق. بالنسبة للوضع البدني والوضع اللياقة للاعبين، هلا بيخضعوا لتدريبات، من شأن هذه التدريبات أنها هي تعلي بالمستوى اللياقة تعولهم بقيادة الكادر التدريبي. أما بالنسبة للموضوع الإصابات، الحمد لله نحن عندنا ما في عندنا أي إصابات ملاعب، يعني مثل إذا بدنا نقول شيء خاصه بالرباط أو بالغضروف أو بالكاحل أو بالظهر، كل اللي بنعاني منه نحن كنا هي أوجاع إذا بدنا نقول أو شد عضلي. اللي عم نعاني منه هلا هو حاليا هو الانفلونزا وفيروس كورونا، يعني هذا ما في مهرب منه، يعني بس بده يسيب اللاعب وبس يكون في عنا اصابات من هذا النوع نحن عم نقدر نسيطر عليها الحمد لله باذن الله، وعم نقدر نكون سباقين يعني مشان نقدر نعطي العلاج اللازم للاعب قبل ما تتطور مرحله الاصابه.